اثنين ثلاثة كلهم حجمهم مع بعض، خلي بالك شايف فوق. بسم الله ما شاء الله. شايف فوق ده كله أصبحت كتلة. من هنا بجد شايف، شايف شايف هو ها؟ جدع واحد ده كله ده. ما شاء الله. وإنتاج عالي خالص ما شاء الله يعني. فري يعني. آه. عشان خفيف بس ما فيش. طب مزروع امتى دي يا اخي؟ 25/7. 25/7 يعني. اه يعني اللي هي الخلفة دي. ما تعتبر زي الخلفة. اه خلفة. طب يعني واضح انها ما فيهاش أي أمراض ولا يعني. لا ما أنا كان في بق في الناحية دي. اه. رحت رشيتها سم جيتو. جيتو. رشيت طبعا رشيت ركزت عليها. اه. فهي قاعدة ظاهرة برضه يعني. يعني دي البامية بتاعت الخلفة اللي هي مزروعة في شهر 8. طب ده أول إنتاج برضه عشان تبقى عارف يعني. أول إنتاج ليها طيب ده؟ زي أول إنتاج. يعني الإنتاج اللي فيها ده يعتبر أول إنتاج. يعني إحنا في شهر 10 النهاردة حوالي 16. وخلي بالك إن ما زرعهاش عشان الأرض كانت بامية بس وفي بتاع خضر هنا ما. يعني خضرة وحدها. الارض مش الارض كانت مزروعه باميه. كانت مزروعه باميه. وده طبعا على كل الحد يعني. لا مش غالبا يعني انحاء ما هو هنا بص تلقى هنا شويه وما فيش، بعد كده تلقى شويه، وبعد كده هناك عند القنايه. وهنا جنب الخيمه. على حسب الغله لما نزلت يعني. ودي يعتبر باميه الخلفه دي. يعني تخيل لو انت ده كله راح. بص كمية الزهر اللي هيبقى فيه ما شاء الله. يعني ده على بعد 3 4 ايام كده بص هتلقى نوار كتير هنا، حتى في جدع هنا كان في وحده باميه. ده الانتاج بتاع باميه الخلفه. وفي يعني في جدع كبير طبعا شويه هنا. ما شاء الله دي بامية الخلف ما شاء الله ظهر هنا. ما شاء الله بدأ ينتج يعني. ظهر ايه يعني يعتبر بامية الخلف ده يعني انتاج عاجي شهر 10. سمر في سمر. سمرة. وادي الثاني وادي الثالث ما شاء الله. وبعدهم زهرة وها زهرة من الناحية دي. يعني كده يعتبر ان تنتج البامية الخلفة في شهر 10. لو زرع معاك مثلا بعد 3 ايام، لو زرع سادة زي كده بعد 3 ايام تبدا بشاير جي هي تشتغل على طول. يعني شايف يعني لو تزرع في 8 تنتج في 10. شايف زهرة هنا. زهرة هنا. وهنا وراها بس وراها ده كله هيبدا يفتح وراها، هي يومين تبدا سمرة. الزهرة دي. وبعدين تبقى دي زهرة، وبعدين في التالي هكذا هكذا شايف حدة منصف ان شاء الله. ربنا يسهل عليكم.